ماما حبيبتي، احكي لي الحدوته اللي انت بتحكيها لي قبل ما انام. احلى نويه ومحل سلف. الا بذكر النبي عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام كان في ولدين اخوات حلوين بيحبوا بابا وماما ودايما شاطرين وبيسمعوا الكلام، ادم وادهم. ادهم كان اكبر من ادم بشويه، وكان بيحافظ دايما على اوضته نظيفه ومرتبه وجميله وكل حاجه في مكانها، ودايما بيعلق هدومه وبيشيل ادواته في المكان المخصص بتاعها. لكن ادم كانت اوضته مش دايما مرتبه قوي، وكان ممكن يأجل الحاجة ليوم تاني وما يحطش كل حاجة في مكانها زي ما كان أدهم بيعمل. أدهم وآدم كانوا بيحبوا الكيكة اللي ماما بتعملها لهم، كانت كيكة طعمها حلو ولذيذ. ودلوقتي مامتهم كانت بتعمل لهم الكيكة في المطبخ، وكانوا مبسوطين وفرحانين. الله، دي كيكة جميلة قوي قوي. راحت مامتهم أدت لكل واحد طبق وحطت له الكيك بتاعه. أكل آدم بسرعة بسرعة الكيك بتاعه، ولكن أدهم كان لسه بيأكل بالراحة وعلى مهله وبيمضغ الأكل كويس، وكان فيه حتة كيكة لسه موجودة في الطبق بتاعه. راح آدم قال لأدهم: أنا خلصت الكيك بتاعي، اديني حتة من الكيكة بتاعتك دي، انت عندك لسه في الطبق. اتفضل اتفضل يا آدم، خد الكيكة اللي انت عايزها من عندي. شكرا شكرا. آدم وأدهم يا أصدقائي كانوا بيروحوا المدرسة مع بعض كل يوم زي ما هما متعودين، وكمان أدهم كانت مامته بتديله دايما الكيس بتاع بواقي الأكل، بيكون في عظم مثلا أو أي أكل ينفع الكلب ياكله. أيوة، وهم رايحين المدرسة كان بياخد أدهم معاه كيس، وهو ماشي في الطريق كان بيشوف كلب طيب وجميل ودايما يجري عليه ويتنطط حواليه، وبيكون مبسوط قوي لما بيشوف أدهم. أدهم على جنب من الطريق يحط له الأكل، يتبسط الكلب وياكل ويكون فرحان قوي بأدهم إن هو أكله. ويمشي أدهم مع آدم ويقول له: آدم، كلب إيه بس اللي أنت بتأكله ده؟ وإحنا مالنا؟ مش يمكن الكلب ده جربان؟ ممكن يكون جربان ويعدينا، وممكن يكون مسار ويعدينا. يعني أنت عايز بقى تعورنا ولا إيه؟ هو أنت كل يوم هتفضل تأكله كده؟ بالراحة بس شوية يا آدم. أيوة، الكلب ده كلب طيب جدا. هو انت ما شفتهوش لما مره كان في حراميه عايزين يسرقوا شنطه واحده ست ماشيه في الشارع، هوهوا عليهم وجريوا الحراميه؟ ايوه، انا بحب الكلب ده عشان الكلب ده طيب وبيساعد الناس. ولا طيب ولا حاجه، ده ممكن يعضنا وياكلنا في اي وقت. انا ما بحبش الكلب دوت، ولا بحب الحيوانات دول اشرار. لا، انت غلطان يا ادم، دول مش اشرار ولا حاجه. ومشي ادم وادهم وراحوا المدرسه زي كل يوم. بعد ما ادهم اكل الكلب اللي بيحبه العظم اللي بياخده من البيت كل يوم. وفي يوم من الايام يا اصدقائي، ادهم كان تعبان قوي وما قدرش يروح المدرسه النهارده، وكان عنده برد جامد جدا جدا وعمال يعطس، ومامته تعمل له في حاجات دافيه وهو يشربها واخد الدواء كمان، وفضل في البيت لمده 3 ايام. والنهارده اول يوم من الايام، ادهم ما راحش المدرسه وادم هو اللي هيروح لوحده. فادهم قال له: الحمد لله. يا آدم يا آدم، لو سمحت من فضلك خد معاك شنطة العظم دي علشان تديها للكلب، علشان هو متعود ان انا اديله الاكل كل يوم. لا لا لا، انا مش هاخد عظم ولا هروح للكلب ده، انا ما بحبوش. لا 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 يا آدم يا حبيبي، اسمع كلام أخوك. الكلب متعود إنه أنتوا تدوله الأكل كل يوم. لا 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 يا
يا أصدقائي وما خدش معاه الأكل بتاع الكلب. ولما كان ماشي في الطريق وشافه الكلب فرح الكلب وحس إن هو دلوقتي هياكل الأكل بتاعه في المعاد اللي دايما كان أدهم بيروح فيه المدرسة وبيحط له الأكل. لكن زعل الكلب لأن آدم مشي من جنبه وما ادالوش الأكل بتاعه زي كل يوم. زعل كمان الكلب إنه ملقاش أدهم ماشي جنب آدم، خاف عليه لأنه الكلب وفي وبيحب أصدقائه كمان. وبعد كده يا أصدقائي راح آدم لوحده المدرسة، وهو راجع ومعدي من الشارع اللي فيه الكلب جم ناس أشرار علشان يضربوا آدم ويسرقوا منه الشنطة وياخدوا كمان الفلوس اللي معاه. جم يضربوه وشدوا منه الشنطة وجري الكلب بسرعة وقعد يهوهو يهوهو ويجري عليهم. خافوا الناس الأشرار وسابوا الشنطة في الأرض وجريوا بسرعة وسابوا آدم. كان مخضوض آدم وكان خايف لكن قال الحمد لله الحمد لله يا ربي، ياه ده الناس الوحشين دول كانوا هيسرقوا شنطتي وكانوا بيضربوني. انت اللي انقذتني يا بوبي، شكرا يا بوبي شكرا. هم 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 هم. وراح آدم بسرعة للبيت وخد شنطة الأكل اللي كانت محضرها مامته الصبح علشان ياخدها أدهم، لكن أدهم كان تعبان وطلبت من آدم إنه ياخدها وآدم رفض. خدها بسرعة وجري علشان يروح للكلب وأداله الأكل. فرح الكلب وكان مبسوط وقعد يهوهو حوالين آدم، وآدم كمان كان فرحان إن الكلب ساعده وإن هو أداله الأكل وكان دلوقتي البوبي دوت. وجري بسرعة تاني على البيت، حكى لمامته الحكاية وقال لها يا ماما شفتي اللي حصل؟ في ايه يا حبيبي، ايه اللي حصل؟ الكلب انقذني. ايوه انقذني، كان في ناس عايزين يضربوني وخدوا مني الشنطة لكن الكلب هو اللي انقذني وقعد يهوهو عليهم يا ماما وهم جريوا. ياه الحمد لله ان انت بخير، انت كويس يا حبيبي. ايوه يا ماما الحمد لله انا كويس، كل فضل الله. البوبي جه انقذني. الحمد لله ان انت بخير. وكلب عامل ايه دلوقتي؟ انا اديت له الاكل. ايوه انا جيت هنا واديت له الاكل بتاعه وكان فرحان قوي، بس شكله كان زعلان ان انت مش موجود يا ادهم. ماما. ايوه يا حبيبي. ماما انا غلطان قوي يا ماما. ايوه انا كنت ما بحبش الكلب ولا بحب الحيوانات ولا بعطف عليها، وكمان لما كان ادهم بيروح يوديله الاكل انا كنت بقعد اقول له ليه بتوديله الاكل وما تاكلوش ويمكن ده شرير، لكن ادهم كان عنده حق. ايوه يا ادهم فعلا هو كلب طيب زي ما انت قلت لي ووفي ومخلص كمان وهو اللي انقذني. الحمد لله يا رب الحمد لله. الحمد لله يا حبيبي ان انت بخير، وكويس ان انت عرفت ان الكلب ده طيب ووفي وكده هتأكله كل يوم انت وادهم، مش كده؟ ايوه يا ماما طبعا انا هأكله كل يوم. الف سلام عليك يا ادهم، وانا كمان هأكله كل يوم لغاية ما انت تيجي معايا وتبقى كويس ان شاء الله، وهنأكله احنا الاتنين وانا هتعاون معاك في كل حاجة. وانا اسف ان انا ما كنتش بديك من الحاجات اللي ماما بتديها لي لما تخلص حاجتك، وكنت باخد منك بس الكيكة الجميلة اللذيذة. انا وانت واحد علشان احنا اخوات وبنحب بعض. طبعا يا حبايبي انتوا الاتنين اخوات ولازم تساعدوا بعض في كل حاجة وتتعاونوا مع بعض دايما، ولازم تروق اوضتك وترتبها يا ادم. ايوه يا ماما انا فعلا خلاص هبقى شاطر ومؤدب، وكمان يا ماما انا هرتب الاوضه بتاعت ادم كل يوم لغايه ما يخف ويقوم بالسلامه ان شاء الله. متشكر قوي قوي ليك يا ادم، انا بحبك قوي. وانا كمان بحبك قوي وبحبك قوي يا ماما. وانا كمان يا حبيبي بحبكوا قوي، ربنا ما يحرمني منكوا يا حبيبي.
وبكده يا أصدقائي آدم كان شاطر ومؤدب وبقى زي أدهم تمام، هيحب كل الحيوانات ويعطف عليها ويكونوا هما الاتنين شاطرين ومؤدبين وبيسمعوا كلام مامتهم. وإحنا كمان يا أصدقائي هنكون شاطرين ومؤدبين وهنعطف على الحيوانات كمان، وهنعطف على الفقراء والمساكين، وهنحب أخواتنا الكبار والصغيرين، ونسمع كلام ماما وبابا، ونكون لأوضتنا مروقين ومرتبين ومنظفين، ونحافظ على كل أدواتنا المدرسية وعلى كل أدواتنا وحاجتنا اللي في البيت، ونحب بعضنا ونكون شاطرين ومؤدبين. وتوتة توتة خلصت الحدوتة، واستنوني في حكاية جديدة كل يوم. شكرا يا ماما، وحنت بقى نامي الزهر للقهوة اللي انا شربتها دي مش هتنيمني.